السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن زمن من اللي هو زمن المضارع البسيط أو simple present. Simple present tense, as you can see, this is the timeline. دائما مع كل زمن يفترض أن ننظر إلى الخط الزمني لكل زمن، حيث نعرف أن نتكلم في أي نقطة في الحدث. هل نحن نتكلم عن شيء يحدث الآن، شيء حدث وانتهى، أو شيء مستمر، أو شيء يحدث تكرارا ومرارا. واضح؟ فإذا لاحظنا الآن timeline, if you look at the X's here, الX هذه حروف الX، لاحظوا أنه ما هي في وقت معين، ما هو في present اللي هو الحاضر الآن اللي يحصل، ولا مستقبل ولا ماضي، كله. وش يعني؟ يعني احنا ما نتكلم عن زمن بعينه، يعني ما نتكلم عن شيء حدث وانتهى او سيحدث او نقطة معينة في الزمن، لا، نتكلم عن شيء يمتد على طول الجدول الزمني، شيء يعبر عن عادة تتكرر، عن حدث، عن حقيقة. احنا نتكلم عن حقائق علمية مثلا، ما نقصد بها في الماضي حقيقة علمية. مثل لما أقول الماء يغلي عند 100 درجة، هذا ما هو معناته في الماضي، معناته هذه اليوم وبكرة في الماضي، وهذه هي الحقيقة. وهذا نفس الشيء زمن المضارع البسيط. طيب ننظر استخداماته. طيب استخدمتها الآن مثل ما هو أمامكم في الدائرة الزرقاء هذه، يقول كيل pretty simple tense، زمن المضارع البسيط. For example, it talks about 1, 2, 3, 4, 5 different things. من الأشياء اللي تكلم عنها الأول فوق على اليمين اللي هو permanent situations، أشياء يعني permanent بمعنى دائمة، يعني أوضاع دائمة. لما شخص مثلا she works in a bank، هي تعمل في البنك، أوكي، في المصرف، هذا شيء أشبه بالدائم، فنعبر عنها باستخدام زمن المضارع البسيط. أيضا أشياء generally true، يعني أشياء معروفة بشكل عام أنها صحيحة. مثلا the sun rises in the east، معروف لدى الجميع أن الشمس تشرق من المشرق، أوكي؟ The sun rises in the east. عندنا habits، habits يعني عادة أو هواية، أوكي؟ مثلا لما أقول I play tennis every Tuesday، أستخدم زمن المضارع البسيط. I play tennis every day. I play tennis every Friday. I go to my friends every weekend. I see my parents every weekend. I see my aunt every month. كذا أي شيء يتكرر، سواء كل شهر، كل سنة، كل أسبوع، كل يوم، بغض النظر عن مدى التكرار، أنه frequency of the adverb. The frequency of the adverb. Doesn't matter. يسمون هذا ال adverbs of frequency اللي هي مدى تكرار الشيء، هل يتكرر دائما، always، sometimes، بعض الأحيان، rarely، نادرا، never، أبدا لا يحصل، كل هذه تدخل في نفس الزمن. إذا لا يهمنا التباعد أو التقارب بين كل حدث وآخر، يهمنا التكرار وأن عادة أو يكون حقيقة عامة أو يكون وضع دائم. أو future time tables، مثلا لما يكون عندك جدول أحداث مجدولة لأشياء ستقع مستقبلا، فممكن تعبر عنها باستخدام زمن المضارع البسيط، فتقول so you can say our train leaves at 11 a.m. our train leaves، يغادر
القطار أو القطار الخاص بنا أو قطارنا عند الساعة 11 صباحا. فكأنك تعبر عن شيء لم يحدث، سيحدث في المستقبل لكنه مجدول وثابت. طيب future after when and until. I won't go out until it stops raining. يعني تعبر في المستقبل بعد كلمة when أو until، عندما وريثما. فتقول I won't go until it stops raining، لن أغادر حتى تقف أو حتى يقف المطر. أوكي، فهنا ممكن نستخدمها أيضا. إذا لنبسط الأمور نقول حنا نستخدم زمن المضارع البسيط للتعبير عن أشياء تتكرر، تعبير عن عادات أو حقائق علمية. خلونا نأخذ الثلاث الأشياء هذه نبدأ فيها، نطور أنفسنا، نحاول نعبر عن أشياء علمية، عن أشياء عامة معروفة لدى الجميع، عن حقائق، عن عادات. فممكن أعبر عن نفسي أنا إيش أسوي كل يوم، أخي ماذا يعمل كل يوم، أختي إيش تسوي كل يوم. فإذا استخدم الزمن راح تستطيع أنك تكون جمل عن كل شخص بمجرد ما تعرف الفعل، تعرف الفعل إيش هو، مثلا يستيقظ، يفرش أسنانه، ينظف، يعمل، يذهب، يمشي، أعرف الأفعال هذه. خلاص الآن نجي لطريقة بناء هذا الزمن في جمل صحيحة. طيب أوكي. طيب الآن نستخدم زمن المضارع البسيط في جمل ونشوف طريقة بناء. Okay. لاحظوا الآن الجمل أمامكم. طبعا احنا قلنا دائما في كل زمن حاول ركز على الجمل المثبتة في اللون الأخضر والأحمر المنفية والأسئلة. Okay. طيب خلونا نبدأ على اليسار الأفيرماتيف سنتنسز، جمل مثبتة. لما أستخدم مع الضمير I فأقول الفعل live اللي هو يعيش أو يسكن، فأقول I live in Riyadh، أنا أعيش في الرياض. You live in Riyadh بدون أي إضافات، لكن لاحظوا he و she و it هنا فيها تميز، هنا راح تسأل عنها في الاختبار. أنا ممكن أسألك أقول لك she أو hand أو my brother أو my sister، بعدين أحط لك فعل speak two languages، يتحدث لغتين. طبعا هذه شيء حقيقة عنه permanent، شيء دائم بالنسبة له، فأقول
he speaks two languages. She speaks two languages. It lives, it goes. She speaks, she goes, she lives, she eats, she writes every day. طيب، واضح. إذا مميز فقط في هذا الزمن، الأفعال لما يأتي معها he أو she أو it. لما أقول he أو she أو it، هذه هي ضمائر، لكن ممكن يأتي معها أسماء مثل محمد. أقول محمد، هل أقول live ولا lives؟ أقول محمد lives. محمد lives in London. Hind lives in Riyadh. It lives in this city, for example. Okay. So it أو نقول the cat مثلا، the cat القطة، the cat lives here. إذا الضمير it يعود على شيء غير عاقل عادة. فممكن نقول it أو نقول the cat أو the baby أو the anything. Okay. The cat lives here. She lives here. Or Ali lives here. Or Hind lives here. We live here, you live here, they live here. Okay, so this is the affirmative sentence using the present simple tense. Present simple tense, and this is the way we build it. Right. Let's look at the negative now before we go to some exercises. ننظر للجمل المنفية. ممكن أقول مع لما أنفيها باستخدام ضمير الـ I أقول I don't. I don't live here. You don't live here. لكن بالنسبة he و she و it أيضا تختلف. ما أقول he doesn't he don't أقول he doesn't. He doesn't live here. She doesn't live here. Or it doesn't. Hind doesn't. Muhammad doesn't. The cat does not live here. You, we, they, and I, they use the same negative particle, or they use the same negative word. So I say, I don't live here. You don't live here, and they don't live here. Okay. So with all the pronouns, we use don't. But with he, she, and it, we use does. So be careful. Okay. Right. بالنسبة لل interrogative or questions, how to make a question. These are all yes and no questions. كل هالأسئلة تبدأ بإجابتها بنعم أو لا. فأقول do I live? Yes I do. لكن لما أقول he or she or it أقول does he live here? لاحظوا إني شلت الاس من السؤال وضعتها في does. does موجودة خلاص دائما في النفي وفي السؤال. لو لاحظتوا أن الاس غير موجودة، لاحظوا في النفي لما أقول he doesn't live، ما قلت he doesn't lives مثل جملة مثبتة. خلاص بوجود does النفي خلاص نشيل الاس من الفعل. كذلك في السؤال لما أقول does خلاص كأن الاس جت لدو، دو أصبح فيها الاس، فأقول does he live، ما تتكرر مرتين، ما تقول does he lives. طيب ناخذ أمثلة أحسن عشان تطلع الصورة. يعني أكتبها في أو في اللوحة الجديد. Plan, whiteboard. لو نفترض أن الفعل عندي speak، معنى يتحدث. لما أقول I speak two languages، أنا أتحدث لغتين، لاحظ بدون أي إضافات. لكن لما أقول he أو أقول she أو أقول my sister أو أقول مثلا my brother، كلها يعني شخص واحد غائب. فهنا انتبهوا، لازم اقول speaks بالاس two languages. واضح؟ تخيل اقول they، وش الاختيار المناسب؟ لما اقول Spanish they speak Spanish، هل اقول they speak مثلا، هل اقول speak او اقول speaks او اقول speaking؟ أقول الاختيار الأول they speak Spanish. لكن لما أقول he she it يفترض أن يقول speaks. okay. لو أقول hint في خيارات
طيب اختيار إذن المناسب هو him speaks Spanish very well for example. طيب بالنسبة للنفي لما أقول he أعطيك خيارات speak English، هل أقول he مثلا هل أقول he don't أو doesn't speak English؟ شو الصحيحة؟ صحيحة he doesn't. He doesn't speak English. إذن بهذا الشكل راح تسأل اختبار تقريبا بهذا الشكل، أو ممكن أعطيك خيار مثلا أشيل الضمير وأقول لك speaks Arabic very well بهذا الشكل. هل أقول هل الخيار أحط على أقول مثلا I ولا you أو مثلا they or she؟ شو الصحيح؟ صحيح she، لأن الفعل فيه s، انتبهوا الفعل موجود فيه s فيفترض أن يختار she. أوكي طيب أعطيك جملة أخرى، لما أقول مثلا what، أنا عندي سؤال مثلا لما أقول what she eat every day، لماذا تأكل كل يوم؟ شيء يتكرر، لاحظوا ليش أقول every day؟ تأكل الكلمات هذه دائما استخدمها لكم الاختبار، مثل every day أو أقول الآن now عشان أعبر عن الزمن، حدث مستمر أو شيء يتكرر، فأعطيكم قرائن مع أنه ما هو بالضروري تكون موجود. ممكن تقول what does she eat؟ إذا الإجابة أنا جاوبتها لكم، إذا الإجابة هل هي do أو does أو مثلا حط لك is أو حط لك are. طبعا الإجابة الصحيحة what does she eat. لاحظوا شلنا s هنا، ما في s، هنا ما في s، ليش؟ لأن السؤال موجود في does. فالإجابة الصحيحة what does she eat every day. وش الكلمات غير every day اللي ممكن تستخدم مع الزمن هذا؟ كلمات كثيرة مثل لما أقول every weekend، كل نهاية عطلة نهاية أسبوع ممكن أقول always دائما مثلا، اللي هو الـ verbs of frequency الأفعال تكرار. okay، مثلها مثلا أنا أعطيكم إياها بالترتيب، هكتبها هنا جملة جديدة. أقول always، ممكن أقول sometimes أحيانا، ممكن أقول usually دائما يعني في أكثر الأحيان غالبا، ممكن أقول أيضا rarely نادرا، ممكن أقول never مطلقا. كل هذه تستخدم أيضا كثير، تستخدم هذه مع الزمن المضارع البسيط، ممكن نستخدمها في أمثلة. نعم راح أعطي لكم الآن بعض الأمثلة استخدامات هذه، سميها إيش؟ adverbs of frequency. Adverbs of frequency اللي تتكرر على علامات التكرار. طيب نحط أحوال التكرار. طيب نستخدم الآن صحيح على مسح. استخدم أمثلة مثل أقول I always، أنا دائما I always drink I always مثلا always go to my hometown أو
always go to my hometown مثلا، أنا دائما أذهب ل مثلا بلدتي، أنا always go to my hometown. طبعا قلت I always أو بدونها I go to my hometown، لأن أذهب مثلا every weekend. طيب لما أقول she، هي دائما she always، لو أعطيك مثال she always shopping with her friends، دائما تروح shopping مع صديقاتها. هل أقول she always goes، ولا she always go، ولا she always went، ولا she always what؟ الإجابة الصحيحة she always goes، ما تنتفي الأس بوجود ال always، حتى لو فصلت بينها وبين pronoun تظل الأس ضرورية مع he و she و it. واضح؟ طيب لما أقول my brother and I، my brother and she ولا always، يلا الآن هل أقول read short stories، هل أقول my brother and she always read أو reads؟ شو الصحيحة؟ تبغى هذا السؤال tricky، tricky أنا يعني شوي فيه صعوبة. My brother and she always read or read. طبعا الإجابة الصحيحة ممكن شخص يختار read عندكم لأنه يقول she، she على طول يقول على حط بعدها، لا خطأ. ليش خطأ؟ الإجابة الصحيحة read بدون s. ليش؟ لأنه يقول العبرة ليست فقط في آخر ضمير، لا العبرة في الفاعل ككل. إذا كان الفاعل جمع خلاص كأنك تقول كأن هذه كأنها they، ما كأنها هي، okay؟ كأن الثنتين هذه أصبحوا they، my brother and she كأنك تقول they. إذن العبرة ليست فقط بشي لحالها، العبرة ب my brother and she always read. إذن ما نقول read، okay؟ خطأ. ليش؟ لأن العبرة دائما بالفاعل في كل، هل هو جمع أو مفرد. مثل لما أقول لك John and I، John and I مثلا، هل أقول لو أخذنا لو نعتبرنا الزمن اللي هو الحين راح ندرسه بعدين، ما ودي أسبق الأحداث، لكن اللي هو I am ولا I we are، John and I نقول are ما نقول am، واضح؟ هذا في زمن ثاني راح ندرسه مستقبلا، إذا ما راح أكتب رقم سهل. خلونا الآن في زمن المضارع البسيط. إذا فهمنا أن مع هي وشي وات دائما الفعل يأتي بإس، غير كذا يأتي الفعل كما هو بدون أي إضافة. طيب شوف بعض الأمثلة، يمكن أقول water or the water boils at، الكلام هذا أن الماء يغلي عند درجة 100. وين الفعل هنا؟ الفعل هنا موجود في كلمة boil، أوكي؟ والإس هنا ليش استخدمنا إس؟ إذا هذا هو الفعل boil، لكن حطينا إس ليش؟ لأن the water here it's like it، كانت تقول it، تتكلم عن شيء جامد مفرد صيغة ضمير الغائب، تقول it boils، he or she lives. نفس الكلام، واضح؟ فإت هنا كأنك بمثابة أو the water is like it، okay؟ water boils at 100 centigrade. So this is a fact، هذه حقيقة. لكن let's talk about general truth or something about like a permanent situation، أشياء أحداث يعني نعرف أنها مستمرة أو ملازمة للشخص. فأقول لما أقول she works at a bank، هي تعمل لدى مصرف، she works at a bank. So here in that sentence I used the simple present tense
ليش استخدمت زمن المضارع البسيط؟ لأننا نعبر هنا عن شيء يعني يتكرر، بحكم أنه صفة ملازمة لشخص يعملها بشكل دائم أو معروف لدى الناس أنه يعمل لدى المصدر. فأقول she works at a bank. Okay. She works at a bank. That means she started working probably a month ago and she still works and they probably she will be working next week and the week after. So that's how we explain the simple present tense using a feminine situation. But another example is something like my usually start with the capital letter, so make sure that when you start a new sentence, you start with the capital letter. So my sister, let's say, likes مثلاً she likes to sleep early, for example, okay. So what is the verb? The verb is like. الفعل هنا like. ليش قلنا s like؟ ليش ما قلنا like بدون s؟ لأن الزمن مضارع بسيط واستخدمنا معه my sister الفاعل هو المهم، الكلام هو اللي يفرق. فكأنك تقول she okay. She likes to sleep early. So that's the way we build the simple present tense. تكثير هذه بناء طريقة أو طريقة بناء زمن المضارع البسيط دائما مع he و she و it الثلاث ضمائر هذه أو ما ينوب عنها من أسماء مثل my sister أو هند أو علي أو the cat always we use the verb plus s. So my sister likes my sister إذا ننفيها الجملة نستخدم معهم أيضا شيء مميز نقول إذا مثلا نقول أختي لا تحب النوم مبكر فكيف أقول my sister بنفي الجملة هذه doesn't like sleep early. Okay, doesn't like. ما قلت don't. متى أقول don't؟ لما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن ضمير you، أنتم، أنت. أقول you don't sleep early. أنت لا تنام مبكرا. Okay, they don't didn't visit us every week. لا يزورونها كل أسبوع. واضح؟ إذا هذا هو زمن المضارع البسيط. فأنا تمنيت إن موجود يعني أنتم موجودين عشان أشوف مدى الفهم، وأيضا عشان إذا كان في أي أسئلة أو استفسارات حتى ننتقل للزمن اللي بعده. And now we have a worksheet or an exercise تمرين. أتمنى الجميع يعني يصور الشاشة ويحاول إنه يجاوب، ياخذ وقته، بعدين راح يعني يشغل الصوت ويشيك إجابته. أنا راح أجاوبه مباشرة بحكم ما في شخص الآن موجود، فراح أصورها مباشرة. السؤال الأول يقول لك click on the correct option أو underline أو وضع خط تحت الإجابة الصحيحة. يقول لك Bob always drinks tea in the morning.
هل أقول drink or drinks fee؟ طبعا أنا هذا السؤال. السؤال الثاني يقول لك what do أو نقول what does she like أو what does she likes؟ وش الصحيح؟ إذا نضع خط تحت كل pair of words، كل كلمتين مفرد يعني موجودات زوج من كلمات نضع تحت خط واحدة منها. My sister، هل نقول don't or doesn't play tennis؟ They often visit or visits their grandparents at weekends. We sometimes go or goes to the ice rink. Where do or where does your parents come or comes from? Do or does you want or wants to go home? I don't or I doesn't watch television after school. إذا هذه هي الأسئلة، الآن راح أجاوبها. يفترض أنك أوقفت الصوت، حاولت تجاوب الآن، والآن تشيك الإجابات. طيب، بالنسبة للجملة الأولى، Bob always drinks بالإس. ليش؟ لأن Bob كأنك تقول he، هو يشرب شاهي كل صباح. He drinks. Okay, you don't say he drink. No, we say he drinks. He eats. He likes. He speaks. Number two, what do or what does? The right answer is what does she like? What does she like? You don't say what does she like. لاحظوا في السؤال قلنا بمجرد وجود does, you should remove the s. لازم تشيل ال s في السؤال أو في النفي. Okay, number three. إذا السؤال رقم اثنين, what does she like? Number three, my sister doesn't play tennis. أختي لا تلعب تنس. إذا هي حقيقة, روتين يعني أو يتكرر أو واقع حقيقة. إذا هي she doesn't play tennis. ما أقول she don't, she doesn't. طيب. Number four, they often visit their grandparents at weekends. نقولنا they often visit. Often بمعنى يعني عادة, often يعني بشكل دائما. Okay, أقل من يعني always اللي هي تأتي دائما. هذه often في كل يعني من فترة لأخرى يعني من أو من زمن لآخر. They often often أو تقول often. They often visit. No, they often visit. هي بدون الهس لأنها they are a pronoun. They often visit. They often visit their grandparents at weekends. Number five, we sometimes go to the ice rink. Okay, we sometimes go. ما تقول goes, we go. حتى لو كان متصل بينها sometimes اللي هي بعض الأحيان. Okay, we sometimes, we always, we often, we rarely, we never. حتى لو كان never, we never go. ما تقول we never go, we never go. Where do or where does your parents? طبعا هي parents جمع. فيفترض مع الجمع أنهم they, أن نستخدم do. Where do they, where do your parents come from? Where do they come from? من أين هم والديك؟ يعني من أي بلد؟ Where do they come from? They're from Saudi Arabia. طيب. Number seven. Do or does. الإجابة الصحيحة. Do you want to go home? Do you want to go home? Do you want to go home? ما نقول does. لأن هي you. الفاعل هو you. Do you want to go home? Yes, I do. Number eight. I don't watch television after school. ما نقول I doesn't. نقول I don't watch television after school. هذا بالنسبة للإجابات الأسئلة. راح أجاوب لكم الجواب الثاني. يقول لي complete use the present simple. Who Sally in Spain? Who does Sally visit in Spain? Who does Sally, من تزور Sally في إسبانيا؟ She visits her aunt and uncle. تزور عمتها و خالها. Okay, she visits her aunt or خالتها or خالها. Okay. Number two, Tom to school by bus. هل توم يذهب إلى المدرسة باستخدام الباص؟ فنقول does Tom go to school by bus? No, he doesn't. He goes to school on foot. يذهب على قدمين. He goes. نقول he goes to school on foot. الجمل المثبتة. طيب. Number three, what do or what does she watch on TV? هي ماذا تشاهد على التلفاز دائما؟ لما والله من عادة مكررة متكررة على هذا الشخص. What does
she watch on TV؟ الإجابة بالجمل المثبتة نقول she watches، لاحظ watches بالإي إس النهاية، لازم نحط إس. She watches the news but she doesn't watch soap operas. Okay, she doesn't watch. لما أقول doesn't ما أقول watches، أقول she doesn't watch بدون إس. Number four, they swimming. Do they like swimming? هل يحبون السباحة؟ Yes, they do, but they don't like running. They don't like running. ما يحبون الركض. When you to a football match, when do you go to a football match? I go to a football match on Sundays. I go to a football match on Sundays. And then number five, when do you go to a football match? Then the answer would be I go to a football match on Sundays. أذهب إلى الأيام الأحد إلى مباراة كرة القدم. طيب إن شاء الله نواصل الأسبوع القادم يوم غد إن شاء الله. أتمنى حرص على الحضور بإذن الله. دعواتي لكم جميعا بالتوفيق.